بارك ونحن من الداعمين لهذا الجهد، واصبحت كربلاء الان قصه نجاح كثير في مجالسنا وفي كثير من الجلسات نتحدث في كثير من المحافظات عن قصه نجاح كربلاء، وهذه اكيد النجاح خلفه اشخاص السيد المحافظ على راس هذه الشخصيات في داخل محافظه كربلاء مع اخوانه واخواته العاملين من الكوادر والمهندسين والمهندسات وايضا مدراء الدوائر الخدميه لهذا الجهد. هذا يعطينا دافع اكثر ان ندعم كربلاء، ان نقف الى كربلاء. الاهتمام بالنجف وكربلاء هو اهتمام بالعراق. كربلاء والنجف ليس لاهل كربلاء فقط بل لكل العراق. شكرا جزيلا لجنابكم ومسرورين لحضوركم، ان شاء الله دائما حضور في كل المشاريع في كربلاء.